توفيت المناضلة الاجتماعية المغربية عائشة الشناع عن عمر ناهز 81 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض. وذكرت تقارير إعلامية أنها توفيت في أحد مستشفيات الدار البيضاء. تعتبر الشناع إحدى أشهر الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في المغرب، ونالت خلال مسيرتها النضالية جوائز عدة، أبرزها جائزة حقوق الإنسان في باريس. للمزيد معنا من الرباط الباحثة في قضايا المرأة والإصلاح زينب بن حمو. سيدة زينب، مرحبا بك معنا في النافذة المغاربية. ما حجم الخسارة التي تلقاها المغرب بوفاة الحقوقية عائشة الشناع؟ مساء الخير على قناة سكاي نيوز والعاملين بها. مساء الخير على كل مشاهدي قناة سكاي نيوز. هي فعلا خسارة كبيرة للساحة النضالية في المغرب، لأنه عائشة الشنا المرحومة عائشة الشنا كانت تنعت ب يعني أيقونة النضال، أيقونة الإنسانية. كان هناك من كان ينعتها بالأم تيريزا المغرب. هي سيدة كانت تجمع كل خصال الإنسانية، سيدة هي يعني مثال للتضحية، أكثر من 60 سنة من التضحية ومن النضال جمع ومن العطاء، رغم أنها اشتغلت في مجال كانت هي أول سيدة تؤسس أول جمعية تعنى بالنساء ضحايا الاغتصاب والأمهات العازبات في العالم العربي سنة 1985 كما تفضلتم، حين قامت بتأسيس جمعية التضامن النسائي. يعني جرأتها في تلك المرحلة، نعرفه في مرحلة الثمانينات المجتمعات العربية بصفة عامة والمغربي أيضا كان مجتمع محافظ جدا. هي كانت لها الجرأة على يعني تناول أو على العمل أو الاشتغال على مسألة جدا مهمة، مسألة جدا كانت شائكة إن صح التعبير، لأنها كانت وما زالت تعتبر من التابوهات وخصوصا في تلك المرحلة. ومع ذلك قاومت وناضلت وعانت. يعني للأمانة يجب أن نقول بأن المرحومة قد عانت الكثير بسبب دفاعها عن الأمهات العازبات ضحايا الاغتصاب، وأيضا عن الأطفال الناتجون عن هذه هنا في هذه النقطة. سيدة زينب، المرحومة زينب نعم. يعني سيدة زينب قضت حياتها عائشة شن في الدفاع كما قلت عن الأمهات العازبات، تعريف المجتمع بمعاناتهن. ما التغيير الذي أحدثته هذه السيدة في المجتمع المغربي برأيك؟ أولا التغيير هو أنها سلطت الضوء على هذه الظاهرة التي كانت شيء مسكوت عنه، يحاول الجميع التستر عليه رغم أنه كان ظاهرة وما زال يعني منذ أن كانت الإنسانية. أول شيء أنها سلطت الضوء، ليس هناك مغربي الآن لا يعرف السيدة عائشة الشنا وما تقوم به. سلطت الضوء على المشكلة وقامت بالتوعية، أولا توعية بالمشكلة أساسا، ثم حاولت إعطاء حلول. كانت دائما تنادي بضرورة التربية الجنسية لأطفالنا في المدارس، كانت دائما تقول بأن حل المشكلة ليس هو التجاهل. يعني أول نقطة هي تسليط الضوء على المشكلة وتوعية الجميع بها، كانت تذهب إلى الجامعات
وتقوم بتوعية، حتى الشابات في الجامعات كانوا يغرروا بهن، كانت تقوم بتوعية النساء سواء في المجال في الجمعيات أو في الجامعات أو في وسائل الإعلام. يعني هناك فيديوهات كثيرة على يوتيوب يعني استقبالات السيدة على شاشة التلفزة في وسائل يعني الإعلام المغربية، وكانت دائما تقول رسائلها بشكل واضح ومباشر، كانت دائما تنادي على أنه من العيب والعار على المجتمع المغربي، على خصوصا على الفئة المثقفة والفئة يعني السياسية، ألا تتحمل مسؤوليتها. هذه مسؤولية يجب أن يقوم يتحملها من في يدهم الحل والعقد، المسؤولين السياسيين بسبب ذلك. نعم. أو لذلك قامت بزيارة متعددة للبرلمان لتوعية هؤلاء السياسيين بتحمل المشكلة، لأن المشكل لن يحل بالتجاهل. المشكل مشكل قائم، مشكل العلاقات أو الاغتصابات. طيب. التي تتعرض لها النساء وينتج عنها أطفال، وهؤلاء الأطفال هم أبناء المجتمع. واضح أن كان لديها دور كبير سيدة زينب. يعني دعينا فقط ننوه بالتتويجات التي حصلت عليها سيدة عائشة الشنة في باريس، في فرانكفورت، في الولايات المتحدة الأمريكية. كيف انعكست كل هذه الجوائز على أدائها داخل البلاد؟ وباختصار في 30 ثانية. للإشارة فقط، حصلت أيضا من الملك محمد السادس على وسام. نعم. سنة 2000، معناه أن أيضا أعلى سلطة في المملكة تعترف لهذه السيدة بمجهوداتها، معناه أنها نحن جميعا نقر بفضل هذه السيدة على تسليط الضوء على ظاهرة هي ظاهرة خطيرة على أي مجتمع. السيدة كان لها دور، يعني استحقاقها خارج المملكة سبقه سنة 2000، سنة 95 بفرنسا أولا، ثم 2000 بالمملكة المغربية من خلال حصولها على وسام، ثم أيضا سنة 2009 بحصولها على يعني جائزة من أمريكا تعادل جائزة نوبل، حصولها على مبلغ خول لها، يعني قالت هي اعترفت بأنه قد دفعته إلى حسب الجمعية، خول لها يعني تمكين النساء ضحايا الاغتصاب والاهتمام بهن وعناية بهن ويعني تكوينهن ليستطعن تحمل نفقاتهن ونفقات الأبناء. شكرا سيدة زينب على هذه الإضاءة، واعذريني على المقاطعة. نعم والله كلام جميل حول سيدة عائشة الشنة. للأسف انتهى وقت هذه الفقرة. زينب بن حمو الباحثة في قضايا المرأة والإصلاح من الرباط، شكرا جزيلا.